الصورة اللي بعدها وردة الجزائرية. وردة الجزائرية كانت معروفة بغيرتها الشديدة على بليغ حمدي، وكانت بتغير من كل المطربات اللي بيهتموا بيهم ما عدا حضرتك. كنت عاملة لها ايه؟ لا، ما كانش في علاقة، ما اعرفش الحقيقة اذا كان من بتغير او ما بتغيرش او كده، ما عنديش فكرة قوي، لكن اللي انا اعرف ان كانت العلاقات من بعيد لبعيد وعلاقات طيبة. طيب الصورة اللي بعدها حمو بيكا. حمو بيكا حضرتك تعرفيه الأول؟ ما تعرفيش حمو بيكا؟ لا، ما اعرفش شخصيا. لا، مي دايما تقول انها بتحب المهرجانات وحمو بيكا بيعمل مهرجانات، هل ممكن لو مي طلبت انها تعمل دويتو مع مهرجان او مع حمو بيكا توافقي؟ لا، انا عموما المهرجانات شيء ظريف، في يعني ايه اغاني مشرقه مفرحه، بتعمل هيصه وزمبليطه ظريفه قوي. هم بقى لو كانوا يهتموا بانهم يحطوا كلمات فيها توعيه، زي زمان مثلا كان في حاجه اسمها المونولوج،